يسعد مساكم مشاهدين اس بي سي، معكم سارة عبد العزيز وانا في برنامجكم اس بي سي الاسبوعي في حلقة جديدة نتكلم فيه بالمواضيع الاكثر تداولا عبر المواقع التواصل الاجتماعي. ببداها معكم بعناوين حلقتنا لهذا اليوم. اعلانات مشاهير السوشيال ميديا بين العشوائية والتقنين. الفنانة ليلى سلمان سلطانة الشاشة الخليجية وحديث عن الدراما السعودية. وش سالفة هاشتاج الفنان عبد المجيد عبد الله؟ رائد عماد طبيب ومعلق ولاعب كرة قدم إلكترونية. مشاهدينا طبعاً عارفين أنه يهمنا مشاركتكم في استفتاء حلقتنا لهذا الأسبوع عبر حسابنا في تويتر @sbcshow. استفتاءنا لهذا الأسبوع يقول: صراحة تثقون بشراء المنتجات اللي يتم يعني التشهير بها أو الحديث عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من طريق المشاهير، نعم أم لا؟ أو أحياناً؟ بصراحة جاوبونا وشاركونا في استفتاء حلقتنا لهذا اليوم. الآن قبل ما ننتقل إلى مواضيعنا لهذه الحلقة، خلينا أنا وياكم ننتقل إلى غرفة أخبار السوشيال ميديا مع الزميل عبد الله. حياك الله يا عبد الله. الله يحييك يا سارة، نرحب فيك والسادة المشاهدين. وتعليقا على الاستفتاء، طبعا وصلت أسعار مشاهير السوشيال ميديا للإعلان عن منتج أو عن مكان إلى أرقام خيالية، حتى صار بعضها يتراوح ما بين المتوسط من 30,000 إلى 120,000 ريال لمدة إعلان مدة 20 ثانية. وهذا يختلف طبعا اذا كانت صوره بسناب او فيديو او التغطيه كانت بزياره المشهور نفسه الى المكان. طبعا الموضوع هذا حساس، انا ما اقول ان عملهم صار الى تجاره يجهل المستهلك حقيقتها، لكن بعضهم صار يجعل من نفس المستهلك ضحيه، لانه في بعض البرامج حقت الفيك يقدر يزور ارقام عدد المشاهدات عنده ويقول عنده نص مليون وهو ما عنده ولا 50,000، اضافه الى ذلك يدفع له 20,000 ويوثق ويقول عندي نجمه ويضرب بالأسعار هذه. فأتمنى يصير فيه تقنين للموضوع هذا بالذات، لأن صار فيه استغلال للي حابين يعلنون. ومن داخل غرفة أخبار السوشيال ميديا كالعادة اليوم معنا الزميلة نوف، أحد من سبيل الإعلام الرقمي في هيئة الإذاعة والتلفزيون. نرحب فيك أستاذ نوف. يا أهلا وسهلا عبد الله. عندي سؤال واحد نفس الأسبوع اللي فات، أعطينا موجز عن اللي حصل بالأسبوع هذا. عندي هالأسبوع المقاطع الأكثر تداولا على منصات التواصل الاجتماعي لقناة اس بي سي. نبدأ في خبرنا الأول، نطلع نشوفه سوا. انه انا اعمل رجيم قبل ما اجي السعوديه باسبوعين ثلاثه اساس اعمل بالانس وعدم توازن. اكلنا يسمن، ها اكلنا يسمن، ولكنه يعني بالنسبه لهم لذيذ، يعني بالنسبه لهم تجربه حلوه. يعني انا استغربت انه لما نودين بعض المطاعم الشعبيه ويأكلون الاكل الشعبي جدا، يمكن بعضنا مو مهتم فيه، استغربت انهم قاعدين ياكلون يعني مستمتعين فيه. نبدأ في برنامجنا الاجتماعي اليومي، برنامج شمل اللي يقدمه الزميل العزيز خالد العقيلي. حقق حلقة البرنامج عن السياحة في السعودية نسب متابعة واسعة. المملكة عبد الله تحتوي على تنوع ثقافي مهيب، نجد نلقاها غير الجنوب والجنوب غير الشمال والشمال أكيد غير الشرق، حتى في اللهجات والأكل والعادات. صح، خصوصا بالأكل ترى. بالضبط، المطبخ السعودي عامل جذب للسياح بالذات القهوة العربية بشكل خاص. لو احنا نلاحظ لاعب نادي الهلال السعودي البرازيلي جوميز سوق لقهوتنا العربية بطريقة جميلة، وهذا الدور المنوط بالمواطن السعودي. احنا ما شاء الله بطبيعتنا مضيافين، بطبيعتنا كرمة، فإن شاء الله أنه ننقل صورة كويسة لمجتمعنا. صحيح. طيب نطلع للخبر الثاني، وش رايك نشوف؟ الحمد لله بدأنا بستة أعضاء فقط، الحين الحمد لله عندنا 60 عضو عضوة ما شاء الله. شغالين احنا نحاول بشكل شهري أنه ننزل نسوي دورات، ناخذ اللي هي أمنيات الأطفال. حققنا إلى الآن الحمد لله 220 أمنية في خلال كم عام؟ كم سنة ليكم؟ تقريبا الآن احنا في بدأنا أول دورة تقريبا بداية 2017، يعني نقول لكم سنتين تقريباً. بالضبط هذا. ننتقل لبرنامج شبابيك ومؤسس مبادرة تمنى أمنية تطوعية الأستاذة غادة المانع، حكت لنا أجمل قصصها في تحقيق أماني الأطفال والأثر النفسي الإيجابي للتطوع. شوف الفيديو. نطلع الفيديو سوا. وصلت على العود سكوير اللي هو موجود في السفارات. ايش مسوين اليوم هنا؟ مسوين دمج بين الثقافات، الثقافة الأمريكية والثقافة السعودية. جاية احضر الحفل واستمتع فيه
وشوف ايش في كمان نسوي لكم هنا. خليكم معنا. ننتقل الآن لبرنامج مواسم السعودية من داخل العود سكوير. أقيم حفل يجمع السفارة الأمريكية والسفارة هيئة تطوير السياحة في حي السفارات. فكان حفل جميل ويعكس عمق العلاقات السعودية الأمريكية. ممتاز. مواسم السعودية خصوصا الفترة هذه صارت من أكثر الأشياء اللي تجذب السياحة عندنا هنا. خلونا نطلع نشوف التقرير مع بعض. يلا ردي 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 وانا بعد ردي يلا ضامري برد في يدي من سواطع من رجلي على جنب برد بقبل الله ينصرك يا محمد جب نارة ودفاني. أبغى أسألك أنا عن برنامج كاريول كاريوكي أبو الهش، وش اللي قاعد مسويه؟ البرنامج ما شاء الله يعني له أصداء واسعة على حسابات التواصل الاجتماعي، خصوصا الحلقة اللي كانت فيها الفنانة داليا مبارك وغنت فيها بالذات باللون الجنوبي، فمن أنجح البرامج حاليا على منصات التواصل الاجتماعي. هذه أحد الأشياء اللي بعد انقلت صورة تقريبا عن بعض الثقافات عندنا الطربية. خلونا نطلع مع بعض ونشوف الفيديو. تم رفع العقوبة حتى تكون 1000 ريال كحد أدنى. عدد الركاب في السيارة. عدد الركاب نعم. كثير من للأسف من الركاب أو من السائقين يعني يقوم هذه المخالفة. سيارة كبيرة لم يا دكتور. بالضبط. عدد كبير حط العدد الكبير. وبالتالي هنا هذه كانت أيضا نوع من المخالفة حيث استحدثها إدارة المرور أو عدلتها بحيث تكون حد الأدنى 1000، وإذا تكررت فحتوصل إلى 2000 ريال. أخيرا وصل البرنامج صباحكم إس بي سي ولائحة المخالفات المرورية اللي لاقت تفاعل بين المجردين، حيث بدأت إدارة المرور في المملكة تطبيق التعديلات الجديدة بالكاميرات الذكية لرصد مخالفي أنظمة عدم الالتزام بالمسارات على الطرق وتطبيق الغرامات الجديدة لتحصيل قيمة المخالفات. الجدير بالذكر عبد الله أن الإدارة العامة للمرور تعمل على المواءمة بين تطبيق النظام وضبط المخالفين وبين تحفيز المتقيدين بأنظمة المرور. بالضبط. وأنا أشوف أن المخالفات هذه يعني تعطي درس لبعض الناس اللي ما هم قاعدين يعطون النظام احترامه. هذا اللي عندنا يا سارة في مكتب إس بي سي الأسبوع هذا، ونرجع لك. طب يعطيكم ألف عافية نوف وعبد الله. مشاهدينا، ظاهرت إعلانات المشاهير ظاهرة لها إيجابيات وسلبيات. طبعا في البعض نجح أنه نقل الصورة الإيجابية للمنتجات اللي تستحق الدعم، كذلك كانت تدر عليه بالدخل إضافي، لكن البعض استخدمها غلط لأنه ما كان عنده المعايير الصحيحة لاختيار أو التسويق لضعف ثقافتهم في هذا المجال، إما لجعل بعضهم الربح المادي هو الهدف الأساسي، أو بعض منهم ما عندهم أمانة ولا ومستغلين ثقة الناس لهم، ولا عندهم أصلا يعني مكانة لقيمة الإنسان وقيمه. الآن اليوم نتكلم على هذا الموضوع أكثر، بس خلينا نشوف هذا التقرير قبل ما نجيب ضيفنا يتكلم عن هذا الموضوع. إعلانات إعلانات إعلانات. انتشرت الإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي بدرجة كبيرة، جعلت بعض الشركات تخصص نسبة سنوية من عائداتها للإعلان عن منتجاتها. إلى هنا والأمر قد يكون عاديا، لكن ترويج المنتجات المرخصة والغير المرخصة، الجيد منها والغير جيد، أصبح منتشر، وهنا أصبح الأمر غير عادي. للأسف أن في بعض المشاهير لما تجي شركة ما يعرف من هي، مجرد أنهم يعطون مثلا ورقة بحثية أو كلام بالإنجليزي وتقرير طبي، خلاص يعتقد أن هذا هو التصريح وهذا هو الورقة الخضراء اللي يستخدمها للإعلان عن هذا المنتج. فقد تواصل مع مشاهير مواقع التواصل الذين أصبح بعضهم باب خفي للإعلان على المنتجات، وستجد ترويج جيد لمنتجاتك، هكذا تدار كواليس الإعلانات. خيال، عضراتهم خيال، نار، شرار. لكن تدخل وزارة التجارة في الوقت المناسب وتقنين الإعلانات من خلال المشاهير أصبح واقع، ويبقى السؤال، هل سنرى اختفاء للمنتجات الغير جيدة من عالم التسويق الإلكتروني ومعها تقل نسبة إعلانات المشاهير، أم سيظل هناك باب خفي تدخل منه تلك المنتجات إلى عالمنا؟
عشان نتكلم في هذا الموضوع أكثر معنا المتحدث الرسمي لوزارة التجارة الأستاذ عبد الرحمن الحسين. نبدأ سؤالنا، ما هي الإجراءات التي وضعت من قبل وزارة التجارة لتقنين إعلانات مشاهير السوشيال ميديا؟ في البداية أهلا وسهلا فيكم والله يحيي مشاهديكم الكرام، والشكر على طرحكم هالموضوع الهام جدا. نظام التجارة الإلكترونية بدأ سريانه في المملكة العربية السعودية، وبلا شك هذا النظام هو أحد المكتسبات الهامة اللي بيعزز دور التجارة الإلكترونية ويمكنها ويجعلها أكثر موثوقية في التعامل بين المستهلك الإلكتروني وبين التاجر والمنشآت عموما. جاء في أحكام هذا النظام يعني في عدة ملامح هذا النظام، لكن حديثكم اليوم بالتأكيد عن الإعلان التجاري الإلكتروني. نظام التجارة الإلكترونية فصل في الإعلان التجاري الإلكتروني ووضع لها عدة معايير وروابط لابد أنها تتوفر في كل إعلان تجاري على المنصات الإلكترونية، سواء كان عن طريق مشاهير أو عن طريق منشآت أو عن طريق أي منصة إلكترونية. لا نتحدث في ذلك فقط عن مشاهير، نتحدث عن كل منصة إلكترونية سواء تملكها منشأة أو وسيلة إعلامية أو حتى أحد المؤثرين. لابد أن تنطبق عليه عدد من المعايير والشروط لإعلان التجاري الإلكتروني، ومع ذلك يعتبر مخالف. في البداية لابد من الإفصاح أن هذه المادة إعلانية، وذلك انطلاقا من حق المستهلك بالمعرفة. فكل إعلان سواء كان مباشر أو غير مباشر عن سلعة أو خدمة لابد أن يوضح أنه إعلان. لم يصبح غير مباشر إذن؟ نعم عفوا، إذن لم يصبح أي إعلان غير مباشر؟ ما هو واضح السؤال؟ يعني قاعد تقول لازم نعلن على أي منتج يتم الإصفاح عنه في مواقع التواصل الاجتماعي، إذن أصبحت كل الإعلانات معلنة وغير دايركت مباشرة وغير مضللة. يعني إذا كان الإعلان عن سلعة أو منتج أو خدمة بشكل مباشر، يعني أنه هذا إعلان عن كذا كذا، أو بشكل غير مباشر أنه كأنه أنا أقوم بتجربة معينة وأمدح بشكل غير مباشر سلعة أو منتج، هذا لابد يفصح أنه إعلان. طيب بهذا الأسلوب أو بالأسلوب الآخر لابد أن يوضح أنه إعلان. الأمر الآخر، منع الإعلان عن أي سلعة أو منتج مغشوش أو مقلد أو أي علامة تجارية لا يملك صاحب الإعلان عنها حق استخدامها. لابد أن يوضح المعلن بيانات المنتج الذي أعلن عنه ومن يملك حق استخدامه والبيانات التجارية الخاصة فيه. كل ما يذكر في الإعلان الإلكتروني هو جزء ملزم من العقد، يعني لما يقول مثلا هذه السلعة عليها ضمان مدة سنتين وعليها خدمة ما بعد البيع بهذا الشكل هي ملزمة للعقد، لا يقبل أن يقول في الإعلان شيء وعندما يتجه المستهلك إلى هذه السلعة في هذه المنشأة لا يجد هذه التفاصيل. ما يذكر في الإعلان هو جزء ملزم من العقد. طيب من هو من يعاقب في هذه الحالة؟ من يعاقب؟ ما هي العقوبة كمان؟ طبعا في حال وجود أي مخالفة لأحكام نظام الإعلان التجاري الإلكتروني، وزارة التجارة تستقبل المخالفات. بعد صدور النظام تم مباشرة تحديث آلية البلاغات عن طريق تطبيق بلاغ تجاري في خانة خاصة بإعلانات المتاجر الإلكترونية. من خلال هذه الخانة تجد الإعلان عن الإعلان التجاري المخالف، يمكنك رفع البلاغ عليه مباشرة، ومن ثم يحال هذا البلاغ إلى لجنة النظر في المخالفات. نظام التجارة الإلكترونية يختلف عن بقية الأنظمة، يعني مثلا نظام مكافحة الغش التجاري أو نظام مكافحة التستر المخالفات تحال إلى النيابة العامة ومن ثم القضاء. لكن مخالفة نظام التجارة الإلكترونية النظام خول لجنة النظر في العقوبات إيقاع العقوبات اللازمة على من يخالف. هناك عقوبات رادعة، الغرامة المالية تصل إلى 1,000,000 ريال على المنشأة أم مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي؟ على من يتسبب في هذه المخالفة. الاثنين متسببين، المنشأة والمشهور مثلا، كل من يتسبب في المخالفة توقع عليه الغرامة والعقوبة بحسب مساهمته في المخالفة. فالغرامة تصل إلى 1,000,000، المنع من ممارسة النشاط حتى يتصل المخالفة أيضا إلى حجب الموقع، إضافة إلى التشهير بهم على نفقتهم إذا رأت لجنة النظر في العقوبات ذلك. طيب جميل جدا. طب هذه يعني الضوابط تم الإعلان عنها من سنتين تقريبا، لكن ما زلنا نشوف إعلانات مضللة لحد اللحظة، هل لأنه البروسس اللي ذكرته الآن يأخذ وقت طويل؟ أبدا، نظام التجارة الإلكترونية لم يسري إلا من حوالي 3 أسابيع. أوكي، لم يكن من سنتين. لا أنا أتكلم على الضوابط والشروط. أبد، ضوابط النظام صدرت مع النظام. جميل جدا. نظام التجارة الإلكترونية بدأ سريانا من 3 أسابيع، وبناء عليه بدأنا نستقبل كافة الشكاوى والبلاغات ضد مخالفيه. كم استقبلتوا للحين؟ طبعا هناك عدد من الإحصائيات أزودكم فيها لاحقا، لكن ما شاء الله تبارك الله المستهلك الواعي
دائما هو شريك الوزارة في تقديم البلاغات ورفعها سواء المنشآت التجارية على أرض الواقع أو حتى المتاجر الإلكترونية. طب هل يمكن للمستهلك أن يعاقب إذا ضلل برضو الوزارة في أنه في إعلان مضلل للمستهلك في الأخير يطلع كل الادعاءات باطلة؟ ممكن الجهة المنشأة مثلا أو المشهور يرفع عليه قضية في حماية له في هذه الحالة؟ كل متضرر له حق التعويض، كل متضرر، لكن جهة رفع التعويض ليست وزارة التجارة في هذه الحالة، هي المحكمة المختصة. وزارة التجارة تفصل في النظام فيما يخصها نظام التجارة الإلكترونية. جميل جدا. طب قبل ما أكمل كلامي، في آراء بعض الناس خلينا نسمعهم أنا وياك. تفضل. على حسب المنتج، إذا كان المنتج كويس بشتري، إذا مو كويس بتركه. لا ما أذكر يأكله لأنها كلبة عشان بس فلوس. أنت يعني تعرف أنه المشهور هذا يعلن، يعني أكيد ماخذ مبلغ وقدره، وبكرة بيعلن وبكرة هو عايش على كذا، فالمصداقية يعني فقدتها في الدعايات حقت المشاهير. أنا عن نفسي الغالب لا، ما أروح على وصفة المشاهير. الثقة المطلقة يعني صعب، لكن تقريباً 70% من المشاهير السوشيال ميديا إعلانات مجرد المال. يعني أنا وجهة نظري ما أشوف الإعلانات شيء لها فائدة أبداً، وكلها كذب في كذب إلا من رحم الله. على حسب يعني المنتج اللي أخذينه، هل ثقة ولا لا؟ طبعاً على حسب المشهور، إذا المشهور عجبني محتوى أكيد أني راح أثق فيه وأكون داعم له واشتري اللي يعرضها، ما يحتاج. في أشياء أشتريها أثق فيها بتفيدني، في أشياء ما تفيدني. سؤال أخير قبل ما نخلص اتصالنا، أبغى أسألك عن الغير مسجلين في 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 معروف، كيف ممكن يتحاسبوا على منتجاتهم؟ بس ودي أعلق على يعني حديث المرة أكيد التقرير، يعني هذا يعزز ويكرس مقولتنا دائما أن الرهان على وعي المستهلك هو الرهان الناجح. جميل. حتى لو كان إعلان مضلل، حتى لو كان إعلان يعني فيه شيء من التحايل، المستهلك الواعي دائما يتفحص ويتأكد ويتوثق من السلعة أو الخدمة التي ترد إليه، ومن ثم يتخذ القرار المناسب بشأنها ويرفع البلاغ. ودائما المبلغين هم شركائنا في حماية المستهلك. نظام التجارة الإلكترونية نص على يعني جانبين مهمين، وهو التاجر هو من يملك سجل تجاري، الآخر الممارس هو كل من يمارس التجارة الإلكترونية حتى لو يعني كان عبر منصات ومواقع التواصل المختلفة. لذلك احنا ننصح دائما بعدم التعامل مع الحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم تحويل الأموال لها، لأن هذه الحسابات يقف خلفها وناس مجهولين قد توقع الضرر بمن يتعامل معها ويحول لها الأموال. يعطيك ألف عافية أستاذ عبد الرحمن، شكرا لك. إذا مشاهدينا فاصل قصير ونرجع لكم مع ممثلة سعودية عرفت باسم سلطانة الشاشة الخليجية وملكة الدراما الخليجية، خليكم معنا بعد الفاصل قصير ونرجع لكم. حياكم الله من جديد. ضيفتنا اليوم ممثلة سعودية بدأت في السبعينات عبر مسلسل زوج سعيد جدا جدا. بدايتها الحقيقية كانت في ظهورها في مسلسل خطوات على الجليد ومسلسل سرايات عام 2000. قدمت ليلى سلمان العديد من المسلسلات، منها طاش مطاش وبيت العائلة لقيطة وآخرها ضرب الرمل، والذي يشارك بطولتها الفنان خالد عبد الرحمن. عرفت بسلطانة الشاشة الخليجية وملكة الدراما، تميزت بدور الأم الخليجية القوية، لكن خلينا نعرفها أكثر بهذا التقرير. السلطانة سيدة الشاشة السعودية، هيلا وغيرها الكثير من الألقاب اللي أطلقها جمهور الفنانة المبدعة ليلى سلمان. أكثر من 130 عمل فني وتاريخ طويل من المسلسلات والمسرحيات، تراها في معظم أعمالها نموذج للأم الخليجية القوية اللي تحمي أبنائها وتظلل عليهم من مكر الحياة. أجل قم راح راضها قم. لها أدوار متنوعة بين التراجيديا والكوميديا،
وتركت أثر كبير في أعماق المشاهد الخليجي والعربي. لا تتحدث كثير عن نفسها وتترك الألقاب لجمهورها اللي يراها دائما مبدعة بكل أعمالها. ليلى السلمان الفنانة هي نفسها وبذات درجة الإبداع، الأم الحنون في بيتها والأبنائها، كما حصدت العديد من الجوائز عن فنها، وحصدت أيضا في حياتها أبناء رائعين. أدوارها الكبيرة في طاش ما طاش وشباب البومب والساكنات في قلوبنا وأيضا السلطانة والعاصوف جعلت الجميع ينتظر أدوارها، وخاصة في رمضان اللي ما تحلو الدراما فيه إلا بوجود ليلى السلمان، واللي راح تزين شاشة هذا العام مع الفنان خالد عبد الرحمن في مسلسل ضرب الرمل. ومعنا عبر سكايب الممثلة الكبيرة ليلى سلمان، حياك الله معانا، نورتينا بدايتها. سهلة، وشاكرت لكم جدا على هالمقدمة الجميلة حبايبي، الله يسعدكم إن شاء الله. فوق 100 عمل، وش أقربها على قلبك؟ كثير كثير من الأعمال، صعب إنه أقول أقربها. طبعا إحنا نتكلم عن آخر فترة اللي هي طبعا سلطانة والعاصوف، وإن شاء الله بتشوفون مسلسل المميز فعلا، مسلسل ضرب الرمل بتشوفون إن شاء الله على SBC في رمضان، ومن الأعمال المبدعة الكبيرة والضخمة إن شاء الله. جميل جدا. طب كلمينا عن عملك ودورك في هذا المسلسل بالذات، خاصة أنه بيشاركك العمل الفنان الكبير خالد عبد الرحمن، كيف كانت التجربة؟ طبعا أنا سعيدة جدا مع الفنان المحبوب المميز، نوجه له تحية، خالد عبد الرحمن، وهذه تجربة جديدة بالنسبة لي وله بنفس الوقت. أنا للحين ما دخلت لوكيشني، ما صورت للحين، يعني ناطر الحقبة الزمنية الأولى، بس أكيد تجربة بتكون مميزة، وإن شاء الله نتمنى الجمهور أنه يستمتع في هذا العمل المبدع اللي أدخل علينا فنان مبدع ذوي إحساس جدا رقيق وحنون وطيب. جميل جدا. أنت من الفنانات القلائل في السعودية اللي اختاروا يعيشوا في الكويت، لكن شفنا لك لقاءات مؤخرا فيها شوية من العتب، عتب محب لعدم مشاركتك في الأعمال الأخيرة، حكيني شوية هل تغير الوضع ولا لا؟ بدأ في، هو شوفي بصراحة بعد العاصوف جاتني عروض، بس إنه مش الأدوار اللي تليق لي. نعم، يعني صعب بعد العاصوف إنه أخذ أي دور، يعني بالذات بالفترة الأخيرة، فالأدوار اللي جتني ما حسيت فيها ولا هي يعني تناسبني، أو تكون متكررة أو ضعيفة. بس حاليا إن شاء الله في عمل، إن شاء الله عمل مميز وحلو، شخصية كاركتر سعدت فيها جدا، مختلفة، كاركتر من الكاركترات اللي أنا أحبها اللي ما عملتها. إن شاء الله في الفترة هذه في عندي عمل مرة حلو في الكويت إن شاء الله مع الفنان. طب إيش هو اللي مختلف؟ إيش اللي مختلف فيه؟ كلمينا شوي. يعني أنا ترى طبيعتي ما أحب أتكلم عن شخصية لأن أحب الجمهور هو اللي يستمتع، هو اللي يكون متشوق مثل ما قلتي. كبس اللي أقدر أقوله كاركتر نصابة، أول مرة أطلع كاركتر نصابة وبس ومخربة، بس على كوميدي مش على دراما. طب على سالفة عاصوف، في أجزاء جاية؟ العاصوف حسب ما سمعنا إن شاء الله السنة هذه، طبعا الكل عارف أو الكل عرف أنه ما في، والأستاذ ناصر القصبي حاليا يصور مسلسل كوميدي، وإن شاء الله بعد رمضان بنصور الجزء الثالث إن شاء الله. جميل جدا. الآن بأخذك إلى بعيد عن يعني عملك شوية، ونروح لأشياء خاصة. نرجع في مسيرتك كلها، هل فكرتي بالاعتزال وليش كان هذا الموضوع؟ لا ما فكرت بالاعتزال أبدا. حاطة في بالك؟ قلت في اللقاء
ما فكرت بالاعتزال، قلت أفكر بالاعتزال لما أنا أشوف نفسي مو موجودة في مجال الفن. في مشاركة كانت صغيرة لابنتك نوال واعتزلت نعم. بعدها، وكان في لغط في البداية أنها أختك بعدين بنتك. أعطينا التوضيح النهائي، ليش دخلت وليش طلعت وليش كانت أختك بعدين صارت بنتك؟ خلينا نوضح هذه مرة عندكم وقت تسمعونا يعني. والله يسعدنا حبيبتي، الله يسعدك. هو شوفي، هو صار صدفة ترى. هذاك الوقت لما بلشت وبدت العمل اللي أنا فيه خطوات على الجليد، لسه أنا ماني عارفة يعني داشة على عالم جديد. فكانت نوال بنتي تساعدني في اللبس هذا بالتجهيز. فالكل منو هذه منو هذه منو، هي اللي قالت أنا أختها. لما اجتمعنا قلت لها ليش، قالت لي ما ابي يعني خليني حلوين هالشكل انه انا اختك وليس بنتك. ففي وحده صار لنا موقف، طبعا في وحده تعرفنا تعرف انه هذه بنتي، فقالت حق وحده ثانيه واحنا طالعين لا هذه مو اختها هذه بنته، بنته ما ادري شو، لا لا لا، سكرت علي السياره، بقينا يعني صار لنا حادث وكذا تعرفين يعني، ما ابي ادخل بالتفاصيل. فمن نوال قالت لي ماما حبيبتي لا تقولين ان انا بنتك. وطبعا الاغلبيه تعرفين انا كوني عايشه في الكويت والاغلبيه يعرفوني ويعرفون عندي علاقاتي هناك مع صديقات وهذا، قالوا لا هذه بنتي، قلت لهم اوكي هذه بنتي بالعكس انا افتخر. فهذا السبب الاعتزال. نوال حبت الفن لما شافتني أنا متحمسة وحسيت أنه عندها إحساس جداً قوي، دخلت وفعلاً عملت أعمال جداً مبدعة مع أم سوزان، وجه لها التحية، حياة الفهد فنانة قديرة، مع مجموعة من الفنانين، طاش مطاط، ما شاء الله من الطاش، سوت أعمال مع اشتراك مصر، جميل جداً. فبعدين أنه كبار يعني إخوانها كوني متحفظة كوني كذا كوني كذا كوني، قالت لهم شوفوا خلاص لا تدوخوني أنا بعتزل الفن. وما قدروا عليك، المهم إنه نعرف إنه ما قدروا عليك. لا هي النوال هي طبيعتها بعد من نوع اللي جدية جدا. جدية جدية جدا. طيب. فقالت لي أنا قلت لها على راحتك. أعلموا والله يحفظكم والحمد لله على سلامتكم أنتوا الاثنين، والله يحفظكم البعض ويخليلك عيالك كلهم. في بعض الأسئلة زميلي عبد الله راح يطرحها عليك من أسئلة جمهورك، خلينا نتكلم عليه أنا وياك. خلاص. أستاذة ليلى مرحبا. يا هلا ومرحبا فيك. مرحب فيك ببرنامج كات اس بي سي. الله يسلمك حياك الله. الله يطول بعمرك. عندي لك ثلاث أسئلة على السريع ضيق الوقت اخترتها لك. طبعا السؤال الاول، عرفنا انك مشاركه بالعصوف للجزء الثالث، لكن سؤالي يقول هل هو الجزء الاخير؟ ما عندي فكره بصراحه، ما اقدر ارد عليه لان احنا كلنا ما احنا عارفين لحد الان في جزء ثالث ولا رابع ولا خامس. طيب ممتاز. تشوفين علاقتك مع الفنانه ريم عبد الله متوتره، ومين هي سيده الشاشه العربيه او الشاشه السعوديه حاليا؟ أنا ما أدري ليش مطلعين دعاية إنه أنا وريم. أولاً أحب أوجه لها تحية، الفنانة الجميلة هي، فنانة جميلة ريم عبد الله. بالعكس أنا ما بيني وبينها إلا كل حب واحترام وتقدير، بس الناس تحب تحركش وتخرب ما بين أو تطلع دعايات. لا لا لا، بالعكس فنانة مبدعة، ويحق لها أي فنان إنه هو يكون نجم النجوم. وتستاهل، بنت جميلة وبنت إحنا نفتخر فيها، بنت سعودية بقمة الجمال وقمة الإحساس في العاصوف، تركت بصمة جميلة جدا ريم عبد الله. ممتاز. طبعا من المتوقع أننا نحصل نفس الأسئلة هذه من الناس، يعني أكيد أنت عارف أن الناس ما يخلون أحد، لكن سؤالي لك الثالث يقول هل قمت بعمليات تجميل بعد النقد اللي وجه لك مسلسل العاصوف؟ لا أنا بالعكس. ليش؟ سؤال عامي كذا، نبغى نعرف. لا ذكرتني في واحدة جد شافتني واحد مرة كبيرة، قالوا لها هذه اللي تطلع بالعاصوف والأم، قالت لهم لا، قالوا لها هذه هيلة، قالت لهم لا لا لا، يوم شافتني على حقيقتي قالت لهم لا هذه صغيرة، لا هذيك مرة كبيرة. فمو راضي تقتنع أنه أنا فعلا ليلى سلمان اللي في العاصوف هيلة.
طيب. المكياج يلعب دور، الشخصيه حلوه، كان كاركترها انا اصلا كان عاجبني، كثير عاجبني الكاركتر. الكاركتر يعطي شخصيه للشخص، فممكن نعم. بعض الناس يفهمون صوره ثانيه او اشياء ثانيه. سؤال، بس ما سويت عمليه تجميل ترى. طيب ممتاز، وصلت الصوره، ما عليك. سؤالي الاخير لك بحكم ضيق الوقت، ابغى اسالك بشكل سريع، وش اقرب الاعمال اللي مثلتي فيها انت لقلبك قبل؟ على مدار تاريخك كامل كثير من الاعمال، بس اللي اذكرها اللي اسم. هي فعلا بيت العاصوف قبل، سوري، درب المحبه، زحف العقارب، الاصيل، ليله عيد مع ام سوزان، عندما تغني الزهور. ما شاء الله كلها غاليه عليك اجل اذا على كذا. كثير، غير طبعا السلطانه وغيره وغيره، كثير من الاعمال بصراحه. الله يعطيك العافيه، شرفتينا اليوم باتس بي سي، وان شاء الله ما تكون اخر زياره لك عندنا. ان شاء الله يا رب، وتستمتعون في ضرب الرمل وتابعونا. اكيد فعلا هي اعطتنا المجال في رمضان، وعمل مميز بقدمه لكم يا جمهوري يا حبيبي في كل مكان. ما في على شك، اعمالك شاهده لك. الله يعطيك الف عافيه. فنانتنا الغاليه، انا التقيت بك بالكويت، وفعلا انت جميله خلقا وخلقا، الله يحفظك ونشوفك على خير باذن الله. شكرا لتواجدك معنا اليوم. مشاهدينا، ننتقل انا وياكم فقره جديده، ايش سالفه الهاشتاج اليوم؟ نتكلم فيها عن 5 هاشتاجات كانت ترند لهذا الاسبوع بالمشاركه مع الزميل عبد الله. اكيد اول هاشتاج كان صحن المطاف، هاشتاج تصدر تويتر بعد تعليق العمرة وإخلاء صحن المطاف من جميع الزوار كإجراء احترازي لتعقيمه ووقاية من كورونا وحماية زوار بيت الرحمن. اليوم تم إعلان السماح بفتح المطاف للطائفين غير المعتمرين. هذه مو المرة الأولى اللي تم إخلاء فيها الصحن، لكن عبد الله بيوضح لنا أكثر. صح يا سارة، زي ما ذكرتي أنت، كانت احدى المرات عام 1814 ميلادي بسبب الطاعون، ومره ثانيه عام 2017 بسبب الزحام الشديد خصوصا بشهر رمضان، ومرات ثانيه قديمه بعد بسبب الفيضانات والسيول. لكن بعض الناس معطي الموضوع دراما شوي، الموضوع احترازي بس. نعم صحيح، منطقي جدا، واكيد حكومتنا الرشيده دائما تسوي القرارات اللي تنفع شعبها وزوار بيت الرحمن، اكيد ما لنا شك في هذا الموضوع. الهاشتاج الثاني اللي تصدر كان ايران تصدر كورونا للخليج، بعد ان افصحت وزاره الصحه عن ضروره الافصاح عن تواجد اي مواطن في ايران خلال ال 14 يوم. تصدر هذا الهاشتاج رفضا من المغردين على ما يفعله بعض المواطنين من التستر على ذهابهم الى ايران. الهاشتاج الثالث كان عبد المجيد عبد الله، وفي هذا الهاشتاج بعيد عن كورونا تصدر اسم الفنان الكبير عبد المجيد عبد الله الترند بعد إثارة الجدل على بعض ردوده لمتابعين مستفزين صراحة، بعد أن أوقف حسابه ليوم واحد وعودته من جديد بعد إلحاح كبير من المسؤولين والمغردين. الحمد لله، نقول الحمد لله على السلامة ولا يهمك الكارهين. أما الهاشتاج الرابع تعليق الحضور، عبد الله عندك كلمة في هذا الموضوع؟ لا الموضوع هذا ما عندي، لكن أنا قاعد أنتظر الخبر الجاي لأن عندي تعليق له مهم بالحين. قول تعليق الحضور الجماهيري، تفضل قول أنت أول. طيب الحضور الجماهيري علقوه، وهو الهاشتاج هذا تصدر بعد تعليق الحضور الجماهيري من وزارة الرياضة لجميع المنافسات الرياضية على كافة الألعاب، وحتى إشعار آخر على مباراة بدت الآن أصلا. بالضبط، فهم سووا الشيء هذا أساسا، النقطة اللي عندي، عشان الناس ما يتجمعون وعشان يمنعون أماكن التجمع. اللي قاعد يصير إن الناس قاعدين يتجمعون لكن بالكافيهات واللونجات، وش الفائدة؟ طبعا ذنبهم على جنبهم، ما لنا شغل. لا أقصد إنه المفروض يعني يعطون الموضوع حقي يعني بالاحترازيات والأشياء الاحتياطية يعني. يعني أنت يعني مؤمن إنه لازم الجمهور يجلس في بيوته ويتفرج على التلفزيون يتابعنا إحنا أول بعدين يروح للنصر والهلال، صح؟ بالضبط. الهاشتاج الأخير اللي تصدر في هذا الأسبوع صراحة جدا حساس، هو هاشتاج نوير سبيعي، عن قصة بطولة نوير الله يرحمها اللي أدت وبشكل بطولي عملية إنقاذ والدها المقعد من حريق شب في بيتهم. هذه الإنسانة هي أم أصلا، لكن فدت بجسمها وروحها عشان تحمي والدها إلين ما أمها جابت الإنقاذ، لكن للأسف توفاها الله، الله يرحمها يا رب. إذا هذه كانت هاشتاجاتنا لهذا اليوم، خلوكم معنا لأنه باقي فقراتنا
غنية جدا بالمواضيع، لكن بعد هذا الفاصل القصير. حياكم الله من جديد. فقرتنا الجاية عن عالم التطبيقات، معنا هذا الأسبوع تطبيق مجموعة طبيب. هذا التطبيق اللي يوجد به تصنيفات مختلفة للعيادات الطبية ويوفر مواعيد حجز لدى العيادات المسجلة فيه. نتعرف عليه أكثر في هذا التقرير. تطبيق مجموعة طبيب هو بالفعل تطبيق خاص بمجموعة من الأطباء وأيضاً المراكز الصحية المتكاملة، حيث يوجد بالتطبيق تصنيفات مختلفة للعيادات الطبية، منها العناية بالبشرة والأسنان وأيضاً العناية المتكاملة بالجسم. التطبيق يوفر لك طلب مواعيد حجز لدى العيادات المسجلة من خلاله، وإلى الآن وصل عدد مواعيد الحجز إلى 255 ألف موعد تقريباً. كما يوجد أيضاً بالتطبيق قسم مخصص للخرائط محدد فيه أقرب عيادة لك أو مركز طبي بجانبك. تطبيق مجموعة طبيب في قسم لكوبونات الخصم المقدمة من المراكز الطبية لعملاء التطبيق فقط. تطبيق مجموعة طبيب، دليل العناية الجيدة بالجسم. معنا عبر سكايب الدكتور عامر السيف، مؤسس مجموعة طبيب. حياك الله معنا. نسألك بداية، التطبيق هذا مخصص بالمراكز الطبية المهتمة بالبشرة والأسنان وتجميل ولا كله؟ حاليا في الوقت الحالي هو مهتم بطرح عروض حصرية بأسعار مخفضة في مجالات التجميل والعناية بالبشرة والأسنان والسبا، أتليست في المرحلة الأولية. في سبا كمان؟ نعم نعم، جميل جدا. طيب هذه الخصومات يقدمها التطبيق حصريا لعملاء تطبيق ولا هي موجودة أصلا مقدمة من المراكز؟ لا طبعا، العروض جميع العروض المطروحة في تطبيق مجموعة طبيب هي مقدمة بضمان أقل سعر وحصرية لعملاء المستخدمين للتطبيق، مقدمة من العيادات فقط لعملاء التطبيق. طب أعطينا شوية شرح مبسط عن استخدام هذا التطبيق. طبعا احنا يعني بداية انطلقنا خدمة تطبيق مجموعة الطبيب في 2015. الفكرة كانت في البداية هي حجز مواعيد للأطباء، ولكن تدريجيا تغيرت الفكرة في التطبيق من حجز مواعيد للأطباء إلى التركيز على البرامج والخدمات اللي يقدموها الأطباء. فبالتالي صرنا نقدم برامج، على سبيل المثال بدل ما نستهدف طبيب العيون صرنا نقدم برامج تصحيح النظر، وينطبق ذلك على الجلسات، خدمات التجميل، السبا، الأسنان، جلسات الليزر، جميع خدمات البشرة، فجميعها تقدم بأسعار حصرية لعملاء التطبيق. العميلة بتحمل التطبيق، بتقدر تستعرض عدد كبير جدا من العيادات، تقارن الأسعار والخدمات، ومن ثم تشوف العرض المناسب لها وتسدد المبلغ الجزئي لضمان حجز مقعد في هذا العرض. في حال لم تأتي أي عميلة على موعد محدد أو لم تستخدم الموعد اللي نعطلها عبر التطبيق، هل ممكن استرداد المال؟ طبعا إحنا عن طريق التطبيق، وهذه يعني من الحاجات اللي إحنا نتميز فيها، إنه نكفل حق الاسترداد قبل ما العميل يستفيد من الخدمة دون معرفة السبب أيا كان السبب. جميل جدا. سؤال أخير وبشكل بسيط، إيش الجديد اللي يقدمه التطبيق في الأيام المقبلة؟ حاليا إحنا نقدم خدمات التطبيق في المدن الرئيسية زي جدة، الرياض، مكة، عسير، الخبر، ولكن إن شاء الله في الفترة المقبلة راح ننطلق على جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، وكذلك التوسع في التخصصات ليشمل برامج الرشاقة، برامج التغذية، المختبر، صحة المرأة، العلاج النفسي، اضطرابات القلق والمزاج. جميل جدا. نعم. يعطيك ألف عافية دكتور عامر، شكرا. الله يطول عمرك. أهلا وسهلا، شكرا لك. مشاهدينا، وقفة سريعة مع عالم سناب والمشاهير. وفي فقرة من سنابات المشاهير لهذا الأسبوع، الفنان راغب علامة يبتكر طريقة جديدة من السلام خوفاً من الكورونا، وسنابة بعد الفوز الهلالي تجمع بين اللاعب نواف العابد وبوجفين. كلها تسلل أداء.
والممثلة السعودية ريم عبد الله من كواليس تصوير مشاهد مسلسلها الجديد. يلا التوفيق إن شاء الله لنا جميعا. والفنانة أصالة تغني مع فرقة مغربية شعبية بطريقة جديدة ملفتة للأنظار. الآن وصلنا إلى الفيديوهات الأكثر تداولاً، راح نشوف بينها مشهد من استهتار سائق مركبة يقوم بنقل الأطفال بسيارة مخلوعة الباب والشرطة تقبض عليه. وفي فقرة الأكثر مقاطع تداولاً محلياً لهذا الأسبوع، مقطع طريف جداً لأحد الأطفال مع طائر البجع ويحصد أكثر من 500,000 مشاهدة. مقطع لفرحة أم بتخرج ابنها التي عبرت عنها بزغروطة مليئة بالسعادة يحصد على 600,000 مشاهدة. ومشهد من استهتار سائق مركبة يقوم بنقل الأطفال بسيارة مخلوعة الباب والشرطة تقبض عليه. وفي وقفة إنسانية مشرفة قام معلم بالتبرع بكلية لطالب بعد معاناة طويلة له مع الفشل الكلوي، يجعل والد الطالب يقدم جزيل الشكر له عبر هذا المقطع. أتقدم بخالص الشكر والتقدير لصاحب المبادرة والموقف الإنساني النبيل لأخي وزميلي الأستاذ حسن محمد مجربي الذي قام بالتبرع بجزء من جسده لولدي أحمد. وفرضية تدريبية لمكافحة العدوى التي تقوم بها وزارة الصحة لعزل المرضى تتلقى الإشادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الآن مشاهدينا خلينا ننتقل إلى التوب 5 لقائمة أفضل 5 أفلام أو مسلسلات الأكثر مشاهدة في المملكة على منصة نتفليكس. One more job and we're straight. وفي التوب 5 لقائمة أفضل 5 أفلام ومسلسلات الأكثر مشاهدة في السعودية على منصة نتفليكس لهذا اليوم. المركز الخامس، المسلسل الأمريكي مفتاح قفل، عن قصة 3 أخوة يعودون لمنزل أجدادهم المسكون القديم ويجدون مفاتيح سحرية تقلب عالمهم رأسا على عقب. This isn't a game. We don't know what these keys unlock. وفي المركز الرابع، مسلسل كوري كراش من السماء، عن فتاة الطبقة الراقية من كوريا الجنوبية التي تصل لحدود كوريا الشمالية وتقع في شباك أحد ضباط جيشهم. وفي المركز الثالث، فيلم السائق المأجور الذي تصدر مشاهدات الأفلام بالسعودية، وهو فيلم أكشن عن شاب محترف بالقيادة في تحدي مع رئيس عصابة خطر للقيام بعملية احتيال وهروب مستحيلة النجاح. وفي المركز الثاني، مسلسل أنا لست موافقة على هذا، عن فتاة مراهقة تمتلك قوة خاصة في تحدي للصعوبات وعقبات هذه الفترة المدرسية من حياتها وحياة أصدقائها. ونصل للمركز الأول للأعلى مشاهدة سعودية على منصة نتفليكس الذي يذهب إلى سلسلة الأفلام القصيرة السعودية 6 شبابيك في الصحراء من إخراج وتمثيل شباب سعوديين. فقرة حلوة تستناكم للجيمز ونتائج الاستفتاء كلها بعد هالفاصل القصير، خلوكم معنا. حياكم الله من جديد في برنامجكم الأسبوعي @SBC. وصلنا الآن إلى الجزء الأخير من الحلقة، ننتقل فيها إلى عالم الألعاب الإلكترونية والجيمز. معنا رائد عماد المعروف برائد أوركس، عاشق للكرة
كرة القدم بالتحديد عنده قناتين على اليوتيوب، واحدة لنقل مباريات الدوري والأخرى لألعاب ريكس. خلينا نتعرف عليه أكثر في هذا التقرير. رائد أو ريكس، جيمر متعدد المواهب يعشق كرة القدم وله قناتان على اليوتيوب، إحداهما تعليق على أهم أحداث مباريات الدوري السعودي والأخرى متخصصة بالألعاب. لا يا حمد الله تكة، بس يا حمد الله والله تكة، حرام يا ناس والله حرام. الله يا حمد الله حلوة، شوف أخير شوف أخير شوف أخير، آخ يا حبيبي آخ. ريكس من رواد البث عبر اليوتيوب ومحتوى بنسبة كبيرة في كرة القدم، وأيضا هو طبيب استطاع أن يحافظ على تفوقه الدراسي وشغفه بالألعاب دون أن يحدث أي خلل بين دراسته وشغفه بالألعاب الإلكترونية. معنا عبر سكايب رائد، حياك الله بداية، بس ودي أعرف يعني ما شاء الله الطب واليوتيوب وخاصة كرة القدم، كيف قدرت توفق؟ أول شيء السلام عليكم. طبعاً يعطيكم العافية على الاستضافة الجميلة هذه. أول حاجة طبعاً الواحد يوفق لازم يسوي جدول معين في حياته، يعني في أي حاجة تقريباً، سواء كانت دراسة أو حتى خروج أو شيء. فأنا قسمت وقتي وقدرت الحمد لله أنه أنا يعني أضبط وضعي سواء كان يوتيوب أو كورة أو حتى دراسة. جميل جداً. طيب التعصب على المستوى كرة القدم موجود أيضاً عندك على دوري كرة القدم الإلكترونية زي اللي نشوفه خارج الجيمين؟ طيب التعصب هو بشكل عام موجود، يعني سواء كان في الواقع أو غيره، لكن أتوقع في الدوري الإلكتروني ما أتوقع يكون فيه تعصب، لأنه أصلا كل المشاركين محترفين سعوديين، فما حيكون فيه تعصب عليهم. فهمت كيف؟ لا وضح لي أكثر. طيب يعني مثلا أنا اتحادي، ونادي الاتحاد بيلعب في الدوري الإلكتروني، فطبيعي اشجع الاتحاد، بس ما حيكون نفس التعصب الموجود في الواقع، انه هذول لاعبين كره قدم حقيقيين وهذول بلاي ستيشن، فما يتعصب على اللعبه، يعني صعب يتعصب يعني على اللعبه. يعني في فائز بالكاس وفيفا او في احسن لاعب ومو احسن لاعب؟ ايوه طبعا في احسن لاعب. وهذا اللي تولد التعصب. طيب اعطينا انت مين احسن لاعب عندك؟ والله الكل يتفق على ذا الشيء، مسعد الدوسري هو افضل لاعب سعودي تقريبا. يعني ما شاء الله ما في احد يوصل، يعني واصل اللي وصله ما شاء الله يعني. فالتعصب انه جميل. ايوه وضح لنا مين الفائز بالكاس. اقصد في الجيمينج عندك. اوكي الفائز بالدوري السعودي قصدك؟ يس. السنه اللي فاتت الاتحاد فاز بالدوري السعودي. طبعا كاتحاد انا كذا انبسط يعني، بس مو تعصب يعني انا اتعصب معهم، لكن فرحت انه الاتحاد فاز في الدوري ذا وفاز بالكاس كمان. يعني مساعد فاز مع ركان المطيري. هم طبعا لاعبين كلهم وقيم الاتحاد، ركان المطيري ومساعد الدوسري، اخذوا الدوري واخذوا الكاس ما شاء الله تبارك الله. طب في عنصر نسائي شاركك في هذه الألعاب؟ كيف يعني؟ ما فهمت. يعني هل في تواجد عنصر نسائي لهذه؟ تشوف التعليقات مثلاً على قناة اليوتيوب في مشاهدات وفي محبات في لهذا الشيء؟ أيوة في طبعاً، في النساء اللي يشجعوا كورة، ففي كثير صراحة مو قليل. نسبتها عالية جداً. أيوة في والله في نسبة عالية، تقريباً 30% 40% تقريباً توصل. طب إذا خيروك إنه تكون معلق محترف أو طبيب، إيش تختار؟ ولا ما في خيار؟ صراحة طبيب، يعني هذا مستقبل صراحة. كيف كيف؟ طبيب طبعاً. يعني تشوف إنه اليوتيوب يعني. اليوتيوب ما عنده مستقبل. لا مو ما عنده مستقبل، هو في مستقبل له، بس مو زي الواحد لما يتعب 7 سنين وبعدين خلاص توظف طول عمره، يعني خلاص هذه وظيفة دائمة. يمكن اليوتيوب لا سمح الله إنه يكفل في يوم من الأيام، ما ندري. جميل جداً. يعني أنت طموحك تكمل في الطب وتترك هذه القناتين بعد فترة قصيرة ولا؟ كذا فسرها؟ لا لا طبعا ما حتركها طبعا، فحتكون يعني كدخل اضافي ان شاء الله. فالطب حيكون مستمر واليوتيوب حيكون مستمر، يعني ان شاء الله ما اقطع الا اذا خلاص عرفت اني ما حاعطي طبعا حوقف، او ما قدرت اني اوفق فحوقف طبعا. الله يعطيك الف عافيه ويوفقك في اي مجال اخترته. شكرا لك. اللهم امين يا رب، يعطيكم العافيه. مشاهدينا الان وصلنا معكم الى فقره سناب اون رود مع الزميل عبد الله اللي يطلع على الشوارع بنفسه ويجري لقاءات واستطلاعات. اليوم في هذا الاسبوع اختر لنا عبد الله ايش بيسوي. ايش بتسوي يا عبد الله؟ ولا خلينا نشوف ايش بيسوي الان في التقرير. عرفنا بنفسك، وابغى اسالك وش رايك بدعم الكافيهات للمواهب الموسيقيه، وش اقرب اله موسيقيه لقلبك؟ اسمي عبد الله الدخيل. يعني صار الواحد والله العظيم يعني عرفت يعني
ينبسط لما يروح كافي يروح يكون فيها عايز في يعني سالفة الحفلات الموسيقية ما هو لازم يتعنى وينتظر حفلة تجي بس أنا مرة لا خلاص خلاص الآن ما شاء الله الكافي هذه الكافي هذا ما يوجد جالسين ننتظر بس الفنان يجي بدأ يا سلام طيب أقول لك يعني أخوي من 17 سنة عازف تقريبا الآلة دي أقرب آلة لي صراحة الأورج والعود طيب العود أكيد ما يحتاج وإذا عزفتك بعد شوي كذا أغنية أهداء خاص الله يسعدك حبيبي شرفتنا والله يا فكرة ممتازة تدعم بعض المواهب أصواتها يكون كويسة وما لقيت الدعم المناسب الكافيات هذه تحتفل من الفرصة ممتاز طيب سؤال الثاني عنك أنت شخصي وش أقرب آلة موسيقية لقلبك والله العود يا طرب العود يعطيك العافية حبيبي عليك. إذا الموضوع عبد الله كان إنه الكافيهات اللي تشجع المواهب في الرياض وحبيت إنه هو بعد قاعد يشجع المواهب إنه كل واحد قاعد يشوف إيش الآلة اللي يعزفها. الآن أنا وياكم خلينا ننتقل إلى استفتاء أو نتيجة استفتاء حلقتنا لهذا اليوم مع عبد الله. أول شيء سارة تعليق بسيط بس على الفيديو اللي سويته أنا قبل شوي. بصراحة الخطوة هذه كانت كويسة لأننا حنا ما نلقى الأماكن الطربية اللي يصير فيها ناس يعزفون يعني اذا حصلنا مكان فيها اغاني نلقى يا مسجل ولا من اليوتيوب ولا غيره نبغى نشوف شيء لايف قدامنا طب اعطي طيب بعدين نتكلم على مواهبك بعد الاستفتاء لا خلي مواهبي على جنب طبعا للاسف انهم 78% يقولون لا ما نثق انهم يشترون المنتجات يعني اللي اعلن عنها عن طريق السوشيال ميديا وللاسف ان الاستفتاء هذا عكس اللي قاعدين نشوفه هذا الناس استعلنوا هذا الناس استعلنوا 100% لانه اسعار المشاهير صارت تزيد والبضائع اللي قاعد تنشر كمان منها الحقيقي ومنها الموديل شكرا لك يا عبد الله وشكرا لكم مشاهدينا انه تابعتوا معنا الحلقه ان شاء الله تكونوا استمتعتوا تابعونا كل سبت مساء سبت الساعه 6 مساء الى اللقاء الاسبوع المقبل باذن الله